الأمل في الصادق المصدوق الذي بشرنا في الحديث الذي خرجه الإمام الحاكم في مستدركه، يقول: أمتي أمة مرحومة. هذا أيضا وجه من وجوه الأمل، ونحن لا نقطع الأمل. أذكركم إخواني الكرام أخواتي الكريمات بما نقرأ في سورة يوسف، حيث اجتمعت عوامل اليأس على سيدنا يعقوب، ولكن قال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. لماذا؟ لأن اليأس يقتل الفضائل في النفوس، وقد قال الشاعر: أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمتي أمة مرحومة.